يتكرر علي السؤال وأتحاشى عن إصابة محمد بن سلمان، لأنه يعني رجل كانت عندي معلومات، لكن بعدين وهي معلومات شبه متناقضة، لكن بعدين تمكنت من جمعها مع بعض. كانت معلوماتي أن الرجل يعني غير مقتول، طبعا موجود حي، وأنه فعلا يتنقل ويتكلم ويرد على التليفونات، ولكن في نفس الوقت يجب أن يفسر ظاهرة أنه ليش ما يطلع في الإعلام. يعني المعلومات التي عندي تنفي أنه مصاب إصابة قاتلة أو إصابة حتى تقعده في المستشفى، لكنها في نفس الوقت لابد من تفسير تحاشيه الخروج الإعلام. يبدو أن الآن أن في إصابة فعلا، لكن الإصابة ليست لم تؤثر لا على ذهني ولا على حركته. يمكن أثرت على مظهره، يمكن ما يستطيع يطلع سابقا، الآن يمكن تعافى، احتمال قوي يطلع اليومين الآن لعله تعافى، لكنه إلى عهد قريب كانت لا تسمح له بالخروج أمام كاميرات فيديو. يعني الصور اللي طلعت معظمها صور كاميرا ثابتة. فإذا أردنا أن نجمع بين الأمرين، فهو احتمال قوي فعلا أنه تعرض لشيء، تعرض لمشكلة فعلا منعته، سواء حادث الخزامة أو غيره، منعته من الظهور أمام الكاميرات بشكل فيديو، لكن في نفس الوقت لم تعطل وعيه ولا عقله، وهو يدير البلد فعلا، وهو المسؤول عن القرارات الداخلية والخارجية، وهو استقبل فعلا استقبل مسؤولين، وهو الذي اتخذ قرار باعتقالات الأخيرة، وهو الذي اتخذ قرار بشن حملة على تركيا. يعني الرجل لم يتغير من سياسته شيء بعد هذا الحدث. هل سيخرج قريبا أو بعدين؟ الله أعلم. يقال أنه يعني هناك نية قوية لأن يخرج حتى يدعث هذه الإشاعات. على فكرة الإشاعات هذه وصلت إلى الصحافة العالمية، وبلغني من مصدر قوي أن هناك شخصيات أمريكية واصلة فوق، يعني في الأجهزة الأمريكية تتحدث عن نفس الموضوع. متى سيخرج الإعلام؟ الله أعلم. ربما يكون تعافى فعلا وسيخرج قريبا، أو ربما يتأخر. خلال الفترة الماضية سمعت أنه كان فعلا يتنقل في اليخت، وخلال الاحتفال بنقل السفارة كان لم يكن بعيدا عن إسرائيل، كان فعلا مجتمع مع شخصيات الشياطين الأربعة المعروفين، ولا ندري هل وصل إلى إسرائيل أو لا، وشارك معهم بالحفل بطريقة خفية أو لا، لا ندري، لكنه متحرك ويدير البلد وله ومتابع للأوضاع.